عايز اقول لكم وانا طالع للفصل اتفرجوا على التقرير ده، والواحد احيانا بيبقى سعيد بنفسه وبفريق عمله. يا ريت تقولي لي بس التاريخ اللي احنا اول ناس كلمنا عن هذا المشروع، وكان معانا زميلنا العزيز مراسلنا الشاطر جدا في الاسماعيليه شريف عادل، 19 اكتوبر 2019، وبعدين 20/7/2020، يعني تابعنا في اكتوبر 2019، وبعدها في 2020 تابعنا برضو اللي احنا قلناه. ثم جاءت اللحظة عندما افتتح السيد الرئيس هذا الاستاد او هذه المدينة الاولمبية او هذه القرية الاولمبية. تعالوا نفكركم كده قبل ما اعرض لكم التقرير بالكامل. احنا من فترة عملنا لكم تقرير عن بدء العمل في استاد القناة، صدق او لا تصدق الصورة اللي هتشوفها دلوقتي مع السيد رئيس نادي القناة بصحبة زميلنا شريف عادل. ماذا حدث؟ ما هذه المعجزة اللي بتحدث في الإسماعيلية؟ نادي القناة بيشاهد استاد على أعلى، على أحدث، على أروع مستوى. كل التحيات لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والتحيات للإدارة، وطبعا لا ننسى سيادة الفريق مهاب مميش. الحقيقة ناس اشتغلت بشكل محترم، وصرح رياضي جديد رائع للرياضة المصرية بينتهي أو يعني بيقارب على الانتهاء في الإسماعيلية. ده احنا والله لو كنت اعرف البدله كنت جيت لكم بيها هي كمان، عشان الخبطكم يعني هي هي ولا لا. يعني احنا بنجري، عشان كده تلاقي دايما اقول اسم المراسل، لان المراسل دوره لا يقل اهميه عننا. يعني هو بيصنع الحدث ده. 2020 اللي انت شفتوه ده امبارح او ده النهارده او ده بكره الحلو بتاع مصر. ده الملعب اللي هيستضيف مباريات النادي المصري، وده الملعب ان شاء الله اللي هيستضيف مباريات لمنتخب مصر باذن الله. وعلى فكره هو مش ملعب كره قدم بس، دي قريه اولمبيه متكامله فيها كل حاجه، فيها الهوكي وفيها التنس وفيها الاسكواش وفيها الصالات المغطاه وفيها حمامات السباحه وفيها مضامير العاب القوى، فيها كل حاجه تتخيلها. الشاشه بتاعتها رائعه، الكراسي بتاعتها ممتازه، كل حاجه فيها ممتازه. يعني مش هشوقكوا اكتر من كده، خلينا نروح لهذا التقرير مع زميلنا شريف عادل. نذهب الى فاصل، بعد الفاصل هيكون ضيفنا في الفقره الاولى نجمنا كابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي المساعد، وفي الجزء الثاني هنبدا كمان تاني بعد ما استعرضنا بعضا من منتخبات كاس العالم، الجزء الثاني هيكون مع اسلام سامي وايضا منتخبات في كاس العالم. صرح كبير طبعا اتعمل، خد 3 سنين مش سنتين، لان احنا كنا بنعمل التفاصيل، كنا بندقق في التفاصيل كلها، والحمد لله احنا طلعنا صرح رياضي انا عايز اقول ان هو عالمي، يعني جاهز لاستقبال سواء البطولات الافريقيه او العربيه او المصريه. الصرح ده الحمد لله فيه احدث حاجه فيه الاستاد هيئه قناه السويس اللي بيسع ل 21,000 متفرج. في طبعا كقريه اولمبيه بقى يجمع كمان مجمع السباحه والصاله المغطاه وست ملاعب للهاند بول والباسكت الطايره وثلاث ملاعب للتدريب لكره القدم، علاوه بقى التفصيلات اللي موجوده داخل الاستاد سواء كان الجيم او الطب الرياضي لعلاج المصابات الملاعب او المطاعم او المطابخ الموجوده على المستوى العالمي، الجيم الموجود برضه بحجمه ومساحته الكبيره اللي بيسع لفرقه او اثنين او اكتر يعني بيتدربوا في وقت واحد. فالحمد لله هو عايزين نقول لهم منظومه رياضيه او قريه اولمبيه متكامله. عايزين نقول ان بورسعيد والاسماعيليه والسويس دول يعني يتبعوا القناه، واحنا ما نقدرش نتاخر عنهم. وبورسعيد طبعا يعني مدينه باسيلا ومدينه النضال والكفاح، فاحنا برضو عايزين نوفر على الجمهور انه بدل ما يروح مشوار اطول. طبعا برج العرب حاجه جميله واسكندريه حاجه جميله، لكن بنوفر عليه، يعني هنا بيجي في ساعه بدل ما يروح في 3-4 ساعات،
فدي دي الفكره. فطبعا انا وافقت فورا لغايه لما الاستاد بتاع المصري ان شاء الله يخلص، لكن احنا طبعا مستعدين لاستقبال المصري ان شاء الله. كل حاجه مجهزه على اعلى مستوى، فده اضافه لا شك للرياضه، للرياضيين، للاسماعيليه، لمصر، لانك على مستوى العالم تقدر تستضيف وتقدر تقابل، وحاجه مشرفه. يعني انا رحت في هولندا برضو وشفت الاستاد بتاع ايكس امستردام، تقريبا حاجه يعني تقريبا، فحاجه مشرفه تضاف للرياضه المصريه، تضاف للرياضيين. واتمنى انه الدوله وكل الانديه، حتى طبعا احنا اولى الاسماعيلي المصري خلاص رسمي المصري يجي، يعني تستفيد من هذا، لان دي حاجه مفخره للرياضه في مصر. شفت حاجات وسات الفريق كمان في الادوار الدور الرابع، احنا كمان طلعت، حسيت ان انا قاعد بقى يعني في البيت وقاعد بتفرج على الماتش. فلا يعني في حاجات بصراحه محترمه جدا، ويعني يعني الجو متكامل من مطاعم، من غرف، من جيم، من ملاعب، وكمان بقى العاب فرديه والعاب جماعيه شفناها. فهي فعلا قريه محترمه، قريه تستحق ان كل الناس تيجي وتزورها وتشوف الصرح الكبير ده جوه قناه السويس.